هو اكيد تخطيط الوقت ده ليه اهميه كتير كبيره جدا، بس هو انا بالنسبه لي في تجربتي في الثانويه العامه كان انا كنت حاطط في نفسي في الاول مخطط يعني ونظره للثانويه العامه ان انا اذاكر في وقت معين واخلص في وقت معين وهراجع وكده. بس طبعا هو فعلا معاها الحق، في اول السنه الموضوع بيبقى فيه براح اكتر، بيبقى فيه وقت كتير في وقت ان انت تذاكري اكتر، وقت ان لسه ما بيبقاش الضغط كتير قوي. لكن كل ما السنه يعني بتطلع كل ما بنكمل في السنه وكده، كل ما بيرجع بيبقى فيه بقى امتحانات شهر ومراجعات وكده، والمدرسين بيبتدوا يزودوا فتره الدروس، يطولوا الدروس وكده عشان عايزين يخلصوا المناهج وكده. فما بيبقاش فيه وقت كتير قوي للمذاكره، الوقت للمذاكره بيقل، وبيبقى فيه مراجعه. لازم بقى اراجع، لازم ارجع، بيبقى حاطط امتحان شهر لازم اراجع على ده، وكمان ابقى منتبه ان هو لسه بينزل دروس، فيعني الحق اللي بينزله ده اذاكره واراجع الاثنين، المراجعه والمذاكره والمراجعه في نفس الوقت. فده كان حاجه صعبه في الاول، بس هو فعلا احسن حاجه التايم مانجمنت ده حاجه مهمه جدا جدا في الثانويه العامه. يعني حتى دي اهم حاجه. بجد يعني حتى لو مش حتى لو اسبوعك يعني بيتحكم فيك، انت برضو لازم يبقى بتتحكم فيه شويه، تبقى عارف اللي بيجرى في الاسبوع بتاعك، حتى يعني لو مش متاكد 100%، بس يعني تعرف يعني لو ما عرفتش تعمل ده النهارده تعرف تعمله بكره، ايه اللي ممكن يتاجل، ايه اللي ممكن يتاخر، الحاجات دي يعني بتاثر قوي في الاداء. طب انا عايزه اعرف